بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز من هنا من أرضية هذا الميدان، حيث ننقل لحضراتكم وقائع هذا السباق في هذا اليوم الذي خصص لسن اللقاية. المسافة هي 4 كيلومترات، ونتمنى التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا من أرضية هذا الميدان، كما عودنا مياس باندفاع على مقدمة الشوط، سيطرته على المركز الأول سلطان بن راشد الاجتبي، النقلة على المركز الثاني المهب، يأتي في ثاني المراكز سعيد بن راشد بن سعيد العويسي شاهين، محمد الخلفان الغوي ثالثا ينتقل إلى ثاني المراكز. النقلة هنا على المركز الرابع ربيان عبد الله بن علي بن واس، خامس المراكز هناك اللي في المركز الخامس أيضا يتواجد هناك الشعار، انتقل وياكم إلى المركز صاد شاهين، مصبح سعادة الفريق مصبح براشد الفتان، بينما اللي في المركز السابع الطاير سعيد بن سالم بن محمد بن واس، بينما اللي في المركز الثامن شاهين سعيد بن علي بن واس. نقلة على المركز التاسع، اللي في المركز التاسع يصل فيه وبران خالد ومضر بن خلفان النيادي، وفي المركز العاشر يتواجد هنا شاهين وعبد الله بن صالح الجاري الاجتبي. ها هي النتيجة، هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام، وما شاء الله على السيطرة يا مياس. يا مياس، هل سوف يندفع على المركز الأول ولا هناك راي آخر للجعدة؟ نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس سلطان بن راشد الاجتبي والفريق هنا الذي يتواجد في هذا الشوط. انتقل إلى ثاني المراكز، هنا المهب سعيد براهيم سعيد العويسي، بينما اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث يأتي في ضبيان عبد الله بن علي بن واس، رابع المراكز يتواجد شاهين وعبد الله بن صالح الجاري الاجتبي، في المركز الخامس يصل صوغان ولا شاهين لمحمد بن خلفان لغويس، خامس المراكز النقله على المركز السادس اللي في المركز السادس شاهين، يلا يا ابو علي سعيد بن علي بن واس، احد الاسامي الذي سجلت نقطه ناموس في الاسابيع الماضيه، بينما اللي في المركز السابع هنا يتواجد شاهين عبد الله بن صالح الجاري الاجتبي. انتقل وياكم الى وبران خالد بن مطر بن خلفان النيادي على ثامن المراكز، نقلتنا للمركز التاسع اللي في المركز التاسع سراب، وفي تاسع المراكز لعلي بن سعيد البدواوي، نقلتنا في المركز العاشر اللي هو الصاحي الصاحي هناك اللي وصل في عاشر المراكز للسيد تعود ملكيته لصاحب محمد وخليفه بالهول المهيري. ها هي النتيجه مياس على المركز الاول، ما شاء الله خفيف ومميز حتى هذه اللحظه، الملكيه سلطان بن راشد الاجتبي، ولكن اللي في المركز الثاني المهب سعيد بن راشد بن سعيد العويسي شاهين وطل سعيد بن علي بن واس، وصل ابناء الزبير قدموا مع عبد الله بن صالح الجاري اللي قدم شاهين، نقلتنا للمركز الخامس صاحي ومحمد بن خليفه بن هول، خمسه مراكز مع مياس وخلفه الخمسه ايضا تاتي الاسامي، ولكن نكتفي بهذا القدر مع الكيلو الاخير. مياس في المركز الاول، بقول يسير راس ولا ينتهي راس، ولا هناك راي اخر لشاهين والمهب. اللحظات الجميلة الله 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 على المركز الأول، يا سلام على المركز الأول مقدمة هذا الشوط. ويوم صورنا عطني لقطة على المركز الرابع، صور له الصاحي هو يتسلل من موقع إلى موقع، صور له الصاحي وهو يبغي ينفرد بالمركز الأول. شاهين أنا المهب مع مياس مع الصاحي، خلطة رباعية بأسماء أبناء القبائل. لمن هذا الشوط؟ مياس في المركز الأول، مياس حتى هذه اللحظة سلطان بن راشد الاجتبي، ولكن العويسي يقترب مع المهب
وتعود مكيه سعيد براتب سعيد العويسي الصاحي 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 هناك كان في المركز العاشر ولكن صحصح قال ما بقى له شيء بسيط لمحمد بن خليفه بالهول. لمن هذا الشوط ايها الاخوه؟ لمن هذا الشوط؟ رابع مراكز شاهين سعيد بن علي بن واس ما شاء الله يا مهاوش ما شاء الله يا مهاوش مع يمعه بن حميد بن حميد بن عمهي المنصوري في اللحظات الاخيره في اللحظات الاخيره والله النهاوش الجعادين وتسلل على المركز الاول خذ المركز الاول خذ مقدمه الشوط ويمعه بن حميد بن عمهي في اللحظات الاخيره. لمن الشوط؟ لمن الشوط؟ انذرتكم من الصاحي ولكن هاي اللحظات. تهانينا لسيد حميد بن يمعه بن عمهي المركز الثاني لمحمد خليفه الهول المركز الثالث سعيد براشد العويسي المركز الرابع علي بن سعيد الاشتبي بن واس سنغلى على المركز الخامس سلطان بن راشد الاشتبي. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة. التوقيت الزمني 6 دقائق 16 ثانية 6 أجزاء ثانية. تهانينا وأنا مسلم.